السلام عليكم ورحمة الله، كل شيء مزيان بخير. كنتمنى تكونوا مزيانين وبخير وعلى خير. اليوم إن شاء الله غادي نوريكم فوقاش نستعملوا لومبرياج والفران، وفوقاش غادي نستعملوا غير الفران، وعلاش كنستعملوا غير الفران. يعني بعض المرات كنستعملوا غير الفران، وبعض المرات كنستعملوا لومبرياج والفران، وغادي نوريكم الطور ديال لومبرياج شنو هو. الإخوان، باش ديروا في البال ديالكم واحد الحاجة، راه الفران راه بوحدو، لومبرياج بوحدو، كسيراتور بوحدو، ولكن لومبرياج عنده واحد الدور مهم بالنسبة للسيارة. شنو هو هذا الدور؟ هذا هو أنه صنعوا لومبرياج لجوج الحالات، يعني جوج الحاجات. صنعوا لومبرياج باش نوقفوا به إذا بغينا نوقفوا بالطوموبيل، وصنعوا لومبرياج كذلك باش إذا بغينا ندوزوا من فيتاس لفيتاس، يعني منين نبغيو نوقفوا نبركوا على لومبرياج والفران بجوج، وملي نبغيو ندوزو الفيتاس نبركو على لومبرياج. ها علاش صنعو لومبرياج. اما الفران الاخوان، في المثال ملي كنبغيو نقصو غير من السرعه كنبركو غير على الفران بوحديتو بلا ما نبركو على لومبرياج. غادي نوريكم في التطبيق الفرق ما بيناتهم ان شاء الله بحول الله. كما كتشوفوا الاخوان بان كاينين ثلاثه د الحاجات هنايا، ياك كاينين ثلاثه د الحاجات. هاد ثلاثه د ليبيدار عندكم كسيراتور هو اللي كيكون على اليمين، والفران ولومبرياج. دابا اللي كنت كنقول لكم في المقدمه ديال الفيديو هو ملي كتكونوا غاديين في الطريق كنكونوا غاديين غير بالكسيراتور، يعني كنكونوا غير مكسيريين في اللحظه. كاين بعض المرات كتجينا واحد الحاله كنبغيو غير نقصوا من السرعه. الا بغيتي تنقص من السرعه بلا ما تكي على لومبرياج باش تكي على الفران باش تنقص من السرعه، لا، كتكون رجلك هنا. راه هاد لابارتي هادي الاخوان راه في اي سياره كاينه هاد البلاصه هادي، باش ملي كنحيدو رجلينا على لومبرياج ما كنحطوهش هنا، كنحطوه هنايا كيكون قريب لومبرياج. ملي كنبغيو نقصو من السرعه كتحيد رجليك على كسيراتور وكتفراني غيب شويه بلا ما تدخل لومبرياج. يعني باش نقصو من السرعه كنقصو غيب الفران، كتنقص غيب الفران بوحدو بلا ما تبرك على لومبرياج. يعني غير الفران بشويه كتنقص من السرعه باش عاود ملي تبغي تزيد بالسرعه تحيد رجليك على الفران وكتكسيري. ولكن لومبرياج امتى كنديروه؟ لومبرياج كندوزوه اولا كنبركو عليه ملي كنبغيو نوقفو، بحال دابا كنكونو غاديين في الطريق كنبغيو نوقفو كنبركو على الفران تنقص الطوموبيل شويه من السرعه ونبركو على اللومبرياج. علاش في هذه اللحظه هادي بركنا على اللومبرياج؟ راه واش الا بركنا على الفران بوحدو واش ما غاتوقفش الطوموبيل؟ راه غادي توقف الطوموبيل، ماشي ما غاديش توقف، ولكن غادي توقف وغتسكت. لذا ملي كنبغيو نوقفو ضروري جوج د الحاجات، يعني كندخلو لومبرياج والفران، يعني كنبركو على الفران ولومبرياج بجوج بهم، وعاود لومبرياج كندوزوه، يعني كنبركو عليه ملي كنبغيو ندوزو الفيتاس. يعني لومبرياج كنستعملوه لجوج الطرق، ملي كنبغيو ندوزو الفيتاس ضروري كنبركو على لومبرياج الا لاحظتو راك لومبرياج الوحيد اللي كنبركو عليه تلقى، اولا ملي كنبغيو نوقفو، يعني ملي كنبغيو ندوزو الفيتاس اولا كنبغيو نوقفو. وعندك الفران كنستعملوه ملي كنبغيو نوقفو اولا كنبغيو نقصو من السرعه. كما شرحت لكم الا بغينا نقصو من السرعه كنبركو غير على الفران بوحدو ماشي تلقى، هو راه ما كيهبطش تلقى الفران. عندك هو وكسيراتور ما كيهبطوش تلقى، عندك كسيراتور غير شويه وعندك الفران غير شويه. الا كتشوفوا الحركه ديال رجلي غير شويه، ما تعملش هكا، الا درتي هكا راه ممكن تشد فرانسيك. يعني لومبرياج كنستعملوه ملي كنبغيو ندوزو الفيتاس اولا كنبغيو نوقفو، وعندك الفران ملي كنبغيو نقصو من السرعه اولا كنبغيو نوقفو. يعني الا بغينا نوقفو الحركه ديال الرجلين ديالنا ملي يكونوا غاديين في الطريق كنبركو لومبرياج والفران، وملي كنبغيو غير نقصو من السرعه راه كنبركو الاخوان غير على الفران. راه هاد المعلومات راه مهمين بالنسبه لهاد لي بيدار هادو. فرقوا الدور ديال كل واحد فيهم، الدور ديال كل واحد فيهم. هادي كسيراتور كل ما بغينا نزيدو في السرعه كنبركو على الكسيراتور، الفران كنستعملوه باش نوقفو او لا نقصو من السرعه، يعني ملي كتبغي تنقص من السرعه كتستعمل غير الفران. عندك لومبرياج كنستعملوه ملي كنبغيو نوقفو اولا كنبغيو ندوزو الفيتاس، ملي كنبغيو ندوزو مثلا من بروميير للدوزيام اولا من الدوزيام للتروازيام ضروري ما كنبركو على لومبرياج. عقلوا على هاد المعلومات اللي عطيتكم على هادو بالثلاثه، راه ساهلين، حاولوا تطبقوهم ان شاء الله غادي يكون خير ان شاء الله، وغادي تسوقوا بحول الله. بارطاجيو الاخوان هاد الفيديو هذا باش يوصل للاصدقاء
اللي محتاجين بحال هاد المعلومات، كما كتعرفوا بان راه كاينين الناس محتاجين لهاد المعلومات. وكنتمنى تكون هاد الفكره اللي عطيتكم على هاد لي بيدار هادي وصلت وفهمتوها. حاولوا تطبقوها في السيارات ديالكم ان شاء الله بحول الله، غادي تحسوا براسكم بانكم بديتوا كتحكموا في السياره. ودمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.